أعزائي المشاهدين صباح الخير. النهاردة سليمان قرر يفاجئني ويجيب لي هدية عيد ميلادي بدري وبعتها لي لحد باب البيت، وأنا قررت إن أنا هفتحها معاكم وأشوف إيه هي. يلا بينا نفتح. أوه إيه ده إيه ده إيه ده، الله 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 الله. ريزور باك كلير فايرلت سبيشال FMA. الشاسيه بتاعها FMA. شايف يا باز؟ شايف؟ شايف يا باز باز؟ شايف الهدايا؟ مش انت قاعد تضرب لي ليزر طول اليوم؟ على العموم شكرا يا سليمان على الهدية الجميلة دي. تعالوا بقى نفتح العربية الجديدة ونركبها. انا مستعجل. تعالوا نفتح. الستيكرز وقع منها بس مش مشكلة. بصوا الستيكرز بتاعتها كرياتيف جدا، يعني ازرق واصفر وبتاع. محدش ما بيستخدموش الالوان دي كتير، الازرق والاصفر. والعجل بتاعها ده احلى حاجه، خشن بتاع اوف رود. ده اللي انا مستنيه، ده اللي انا مستنيه، دي الخطوه الجديده في الحياه. طبعا الجانت بتاعها صغير عشان الاوف رود بيبقى كاوتش تخين. الشاسيه اف ام اي لونه رمادي سيلفر بيلمع. تعالوا كده نشوف الخامه بتاعته. اي بي اس، ده نوع من انواع البلاستيك القوي. طبعا دي الحاجات اللي جايه مع العربيه، التروس والموتور والمسامير بتاعتها. طبعا ده موتور ستوك، انا مش هحط الموتور ده، انا هحط الموتور الهايبر داش 3. ده موتور من المواتير القديمه، طبعا الموتور قوي احسن من الموتور الستوك. تعالوا بقى نفتح البادي بتاع العربيه. البادي بنفسجي شفاف. يا لهوي على الحلاوه، يا لهوي على الحلاوه. ودي القطع بتاعه الشاسيه. طبعا انا مجهز الريزور باك القديمه بتاعتي عشان انا هركب البادي بتاعها على البادي ده مكان البادي ده، وشوف الفرق ايه. تعالوا نقص الحتت بتاعت الوش بطريقة احترافية عالية الجودة من اجل ايه؟ راحتكم اعزائي المواطنين. يا الله على الحلاوة، يا حلاوة يا ولاد. شوف شوف شوف، شايف الهدايا؟ شايف شايف شايف؟ الله يحرق الليزر والفضائيين في يوم واحد. وبعد كده بنركب الجزء الامامي للجبهة الامامية لواجهة السيارة. بعد كده بنركب الشفة التحتانية اللي بتركب في بق السيارة. اعزائي المشاهدين واعزائي المستمعين، الموضوع ده في غاية الخطورة. تعالوا نجرب الوش على عربيتي القديمة، شوف الطريقة وشوف اللعبة. يا سلام، يلا 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 يلا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اوه اوه اوه، يا العربية بقت اكنها كوباية مية. طيب تعال نركبها بقى ايه على عربيتها نفسها. اعزائي المستمعين واعزائي المشاهدين، دي زباله هنرميها عادي، مالناش دعوه بيها. طيب احنا كده جهزنا الوش، خليه بقى عند التويوتا. تعالوا نجهز القطع بتاعه العربيه، هنفرطها كلها عشان انا ايه محترف. احنا كده فكينا كل حاجة وفرطنا كل حاجة. تعالوا نركب الكاوتشات في الجنوط. ادي اول واحد. يا لهو عجمي يا اختي، ده الواحد يا انا اروح ايه اشتري تراك وايه والعب بيه في البيت. بالمناسبة يا جماعة، احنا عندنا تراكات للبيع في الستور، موجودين على الويب سايت لو انت عايز تراكات عشان تلعب في البيت. الموضوع ده ممتع جدا، لو انت ليك اخوات في البيت فانتوا ممكن تقعدوا تلعبوا مع بعض وتعملوا سباقات. انا هروح اخد لي واحد، فانتوا الحقوا نفسكوا وهاتوا لكم تراك. ايه اللي بيفرط ده؟ طيب احنا دلوقتي فكينا الحاجات اللي ها، طب نفك الحاجات اللي ها، دي الحاجات اللي بتيجي مع العربيه عشان تركب ال 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 العربية، حاجات التروس بتاعتها، مواصلات الكهرباء، لو في مسامير اختي، لو في مسامير في الموضوع ولا حاجة، فايه؟ فالمسامير موجودة اهي،
معها كمان الورد بتاعها اللي هي الووشرز. يلا نبتدي نركب. اول حاجة انا بحب اركب بطريقة معينة يعني، فانا ببتدي دايما بان انا اركب الجنط الاول ونضغطه ضغطة خفيفة لتحت، ما ننساش البيرنج بتاعتها تمام. بعد كده بجيب الشاسيه وبدخل العجلة نص داخلة كده واركب الترس البرتقاني اللي هو ترس نقل الحركة من قدام لورا، بما ان الشاسيه دوت موتور امامي. اوكي احنا ممكن نركب الزرار المفتاح الاول اللي هو ده. طيب دلوقتي انا ركبت الجزء العجلة اللي ورا، تعالوا نركب الكهرباء بتاعتها عشان نقفلها خالص. احنا هنقفلها مؤقتا بس هنرجع نفتحها تاني عشان نركب الشافت بتاع نقل الحركة تمام. تعالى نبتدي نركب الجزء اللي قدام. الموتور بيركب على دي العلبة، دي اسمها علبة الموتور تمام. الجزء ده النحاس بيركب في البوكس كده. تعالى نركب الجزء التاني. طبعا انا اهو كده ركبنا دي، نركب الموتور وبعدين الموتور بيسقط تحت هنا كده وبنقفل عليه بالعلبة دي تمام. من فوق هنركب العجل اللي قدام تمام، وتعالوا نركب معاه البيرنج وندخل العجل لحد هنا ونحط الترس البرتقاني بيجي مع الاف ام اي بس، او مع الاس اف ام اللي هو السوبر اف ام اهو. ونحط الترس البني، البني ده بيركب مع الترس الاحمر اللي هو ده، بيعملوا جير بوكس افريج، السرعة بتاعتها وسط لكنها النقلة التالتة في العربية كده. كده ركبنا الجزء اللي قدام. تعالوا نركب الاكس، مش فاكر بيركب ازاي صراحة، بيركب كده كده تمام. بعد كده هنقفل الجزء الوراني من العربية تمام، ونرجع ندخل الموتور تاني. بس انا طلعت الموتور عشان اعرف اركب الاكس. الموتور بيخش من جوه الاكس كده، عدي الناحية التانية. بعد كده بنقفل الغطا. طبعا العربية جاي معاها كتالوج، جاي معاها طريقة تركيب، فلو الفيديو مش موضح قوي فهيبان في الكتالوج اللي جاي مع العربية. تعالوا نركب الترس الاخير، الترس الاحمر ده الترس اللي بينقل الحركة من الموتور للعجل. الترس الاحمر ده ترس افريج، معلومة تاني مرة اقولها، فاعزائي المشاهدين ركزوا معايا عشان بقول كلام مهم. بعد كده هنركب الغطاء بتاع علبة التروس، هو بيركب بطريقة جانبية كده شوية. وبعد كده هنقفل على الغطاء ده المسمار، فطبعا محتاجين نفك نربط المسمار، نربط المسمار يخاف السايب، خاف يلا مسمار يلا. تعالوا ركبنا فيها البطاريات، تعالوا نسمع صوتها. طبعا ده الموتور الهايبر داش بتاعي، حاجة ايه الحلاوة دي، ايه بنت الحلاوة دي، الله الله. تعالوا بقى نركب عليها البودي الالترا فايلوت، شايف الالترا فايلوت ده الصراحة بس اللي هي الفايلوت سبيشال. تعالوا نركب الستيكرز ولا ما نركبش الستيكرز؟ الصراحة انا مش عارف، ممكن نركب عليها حاجات وحاجات لا. تعالوا نركب الجزء الفوقاني ده، كفايه كده. ركبت شويه حاجات من الستيكرز، حاجتين في الجنب وجزء اللي فوق والشاشه واللوجو بتاع تاميه على السبويلر.
دي عربية ريزور باك الكلير فايلت سبيشال اللي هي ليميتد. فشكرا سليمان على الهدية الجميلة دي، وان شاء الله تشوفها في سباقات لما نرجع تاني للسباقات. شايف يا باز؟ شايف ادي الهدايا، خليك انت عامل لي صباعك كده كأنك مديني لايك. يلا استنونا.